قديش هكا؟ 25 بها التوقل لي قديش هي مثلا هذيك بالكوفري نتاعو يتكلف 95 95 دينار بالكوفري باش كوفري يتكلفوا 75 هكا الكبار وفما الصغيرات ويتباعوا بالكعبة الكعبة قديش تطلع هذوك 250 وفما 10000 اللي هما اصغر شوية اللي هما انا هما كما يحب الكليون يدن الكليون قديش معناها يطلع ذاك الكيس؟ الواحد ب 10 دينارات وبالسوكل والسوكل واحد كامل كامل السوكل واحد السوكل واحد ب 8000 وهذوما؟ هذوكم الواحد ب 20 خاطر هذايا خدمة فيليجران خدمة طيبة يا بلوس دو ترافاي فهمت أكثر فيه كل واحدة تلحم واحدها فهمت؟ أها. وزيد دون بلوس معناتها كيما قلت تخدم سيباري كل كعبة يلزمك تقيسها ويلزمك معناتها تاخذ وقت فهمت؟ هذوما حكم حكيتهم مع هذوك الشماعات لبعض توا جاي رمضان إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل إن شاء الله ربي يسهل. هذيا زادة حلوة بال بالكتيبة العربية وصحفة الكريمة زيدة فما سيرفيس اتي كومبلي فما سيرفيس كافي فما سيرفيس اتي فاس كبير فما هذا متاع الزرير هذا كاش تاج زاد تاع قهوة زازو طبية وزوز قداش هذوكم؟ هذاك يتكلف 85 هذا كيف هو؟ شنو خصومة؟ اه لا أغلى هذيك أغلى هذيك يتكلف 100 دينار هذا غير كراكلي والزازو هذه اغلى والطبقه هذيا باليدين نورمالمون اغلى ما حسبت الطرف شو فهمت وهذايا قداش شنو؟ تعطي كاملة؟ اه هذاك يختلف في 175 وفما طبقات نورمالمون كيف معناتها كيف هو باري اما اخف شويه يتكلف 170 اما 5 دينار 6 كيسين وحدهم 90 دينار 90 دينار وحد 75 على خاطر كنتي للي تجي من طرفي انا اي من طرفك كنتي 75 انا 90 اون برانسيب باهي هكا سمعتوا طن فما عندنا فاش ميزون دار وهذيك لادريس 45 رو جمال زيتونة تونس و ديجا الروبير نحنا بجنب ريستورون العلي معروف اون برانسيب باهي اوكي ميرسي فماك السبيريتيرا زادا هاي هذايا نتاع القهوة والتي قديش هذيكا؟ هذيكا نحسب لك ديك انت 80 دينار وفما الكبيرة نورمالمون ب 110 نحسب لك ب 100 ديك انت وفما كاليتي واحدة أخرى أرخص فما دي فينيس نتاع 20-25 دينار أما الأخرى ما تصلحش علاش ما تصلحش؟ أما خاطر إذا كانت قال لك كان يعجبك رخص ولا واحد نص اللي هي أنا هي كلها هذوما هذه مثلا الأخرى ب 80 هذه ب 60 دينار وهذه شو علاش ما تصلحش؟ ولا ديما تلقى لازم تلقى تو باغ إكزومبل الصدور اللي نخدموا به فما مثلا صدور كيلو نتاعو ب 100 دينار فما ب 40 دينار يعني الكلاج مش كيف معناتها الفينيسيون زاده والخدمه فهمت اوكي في بالكم معناها كان لقيتوها رخيصه من 60 وانت هابط راهو ماهيش فري ماهيش طياره اوكي على مراد الله ديما
الحكايه هي حكايه بنات وجري وليدات وحكايه برشا كبيره كانت مشات Thank you.